الخبر هو اللي عادنا عن فضيحة بيسان اسماعيل بالمقابلة اللي نزلتها واللي انحذفت من قناتها. فهذه المقابلة بالدقيقة 6 يا حبايب صارت تقول بيسان صارت تكذب وتقول انه اغنية حنين قصير اللي هي مسيطرة انه هي اغنية الها، رغم انه الكل يعرف انه هي اغنية بيسان بايقاتها كانت. وطبعا هذا يعتبر مخالف باليوتيوب انه تتهم انه اغنية اساسا مو لك، تقول هاي الاغنية اليا، فلهذا السبب الاغنية انحذفت من قبل شركة حيدر جيتار. وطبعا بنفس الوقت بالعقد اللي بينها وبين حيدر جيتار يمنعها انه هي تطلع باي مقابلة تلفزيونية الا بموافقتهم. وطبعا بالنسبة للاشخاص اللي الان يسمعوا اغنية حنين قصير راح احط لكم اياها رابط بالوصف، روحوا اسمعوها. بس يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بانتقام رب العالمين من بيسان اسماعيل ونوكلس سترايك على قناة الثانية مثل ما تنطي للناس سترايكات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو فريق نور مارف، نزلوا على حساباتهم بالانستغرام شوية ستوريات يقولون بها ويلو من خلالها انه راح ينزلوا مقطع اليوم الساعة بالاربعة على قناة الجلادين، راح يكون مقطع ناري راح يكون بكل اعضاء الفريق تقريبا. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو غيث مروان، فغيث نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات يعني من خلالها انه راح ينزل مقطع الساعة بالاربعة اليوم، ومن الواضح راح يكون مقطع ناري بتهديدات، راح احطكم الستوريات اللي حاب يشوفها كامل. جاي صحيح اليوم الفيديو جاهز 5:30 بالضبط، نزلوا 5:30 وطلعت في بوجي يا كلب والله حاطط الموعد. هل يعني باقي قد ايه الساعه الثانيه؟ يعني 7 ساعات. استنوا احسب بس 7 ساعات. هزار شو كمان؟ شو في كمان اليوم؟ نزل لهم صوره مشان عيد. طب نزل لهم صوره شو بعمل لك يعني؟ معك كذاب. وبس اكتبوا لنا بالكومنتات المقطع منو متحمسين اكثر من غيث مروان وفريق نور مار. الخبر الثالث اللي عدنا عن أصالة المالح وليش هي مبسوطة وفرحانة، فأصالة نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات كانت تقول بها إنه اليوم كلها هي قاعدة تحضر ردات فعل الأشخاص على الأغنية مالتها، كانت فرحانة إنه ردات الفعل كانت حلوة وخلتها تضحك. راح أعطيكم الستوريات تشوفوها. صراحة بس حبيت أجي لكم إنه طول النهار أنا كنت قاعدة على التليفون وعم شوف عم اتفرج على اليوتيوب ردة فعلكم على الغنية، وفي منهم كتير ضحكوني، في منهم كتير خلوا هيك ابتسامتي. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين قمر مار على بيسان اسماعيل. اما نساء عن السبب فمثل ما تعرفوا انه بيسان اسماعيل جات حاطة اسم قمر مار بالكلمات المحظورة، وبعد ما طلعت انا وكشفت هذه الحقيقة للمتابعين وتهجموا متابعين قمر مار على بيسان اسماعيل، الواضح انه بيسان اسماعيل خافت من متابعين قمر مار، قررت انه تشيل قمر مار من الكلمات المحظورة. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات هل تستحق بيسان التهجم اللي تعرضت له وشو رايكم بخوفها، وتتوقعون هي خافت في هذا شالت اسم قمر مار. الخبر الخامس اللي عدنا عن بيسان وانس الشايب وشو الغمى عليها. الخبر الخامس اللي عدنا عن انس الشايب وشو الغمى عليه، كان حمس بيه المتابعين الاقوى فيديو بتاريخ اليوتيوب واللي كان بيه بالصوره مصغره انا شايب غامي عليه. ونفس الشيء بالنسبه لناري بيوتي، فنزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات تحمس بيها المتابعين، المقطع راح تنزله بعد 1:30، راح يكون واخيرا جوله في بيتي واللي هو انه راح تتقرب دبي، ولكن رغم انه حاليا هي بدبي ما تصور يوم وفلوجز. وصلنا وصلنا المقطع، اتمنى المقطع عجبكم حبايب، حطوا لايكات عمودا نرجع التفاعل. بس كانكم فيزا وخدمه القصص، ومع السلامه.